وصول المساعدات الإغاثية للشعب الأفغاني من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. الزميل أحمد العثمان رافق أحد الطائرات إلى كابول. نتابع. درجات حرارة دون الصفر ونقص حاد في المعيشة، هكذا يبدو الوضع في أفغانستان. مردم أفغانستان يوجد تماماً بيق لغمانون زارست. دمي حالك است، دهي وقتك است، يعني بدترين شرائط دهي أفغانستان ما وشما مبينيمو. استعد الجسر الجوي لإغاثة الشعب الأفغاني بتوجيه الملك سلمان. رافقت أولى الطائرات المتوجهة إلى هناك. من كابول عاصمة أفغانستان وصلنا مع أولى الطلائع لإغاثة الإنسانية العاجلة للشعب الأفغاني من المملكة العربية السعودية. تحمل طائرات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر الجسر الجوي قرابة 200 طن من المواد الغذائية والإيوائية، إضافة إلى مساندة جسر بري. يعني أهم رسالة يتم بعثها إلى الشعب، إلى الأفغان، أن المملكة العربية السعودية معكم دائما وسوف تبقى، وأن هذه تعتبر طلائع للمساعدات الإنسانية. وقد وجه خادم الحرمين الشريفين أن نسرع ونسلم هذه المساعدات للشعب الأفغاني، وأن تكون سلسلة من المساعدات للشعب الأفغاني خلال الأيام القادمة بإذن الله. وصول الإغاثة للشعب الأفغاني مع ما يمر به من ظروف قاسية احتل جزءاً من أحاديث مجالسهم في أنحاء البلاد ليرسلوا معنا رسالة للسعودية. ما تشكري میکنیم از کشور سعودی عرب کمکایش در افغانستان روان کردن در اینجا در این کشور فقیر عربستان سعودی که مسلمان است برادر ما است هم دین و هم مذهب ما است ما تشکر میکنیم برای همه ملت افغانستان تلك المساعدات الانسانيه هي اولى طلائع مركز الملك سلمان للاغاثه فيما سيوصل ايصال عدد من الرحلات للشعب الافغاني من كابول عاصمه افغانستان أحمد العثمان MBC